نفس اللي خاطري يشوف سلمان ولا لا كان القلب الله فتح شهامه. السلام يا سلام، ضاق الخاطر ضاق الخلاص ضاق. شغال اقسم بالله انا شغال شغال والله العظيم، لا تخصمون علي. شو ما عدنا اشوف من الخصميات. هذا هو ينخاك البارح. اقول هذا هو ينخى البارح اخوك. اي والله الله يحفظه. الله يجزاك خير. قربت خلاص. ها وين قربت؟ كم قربت؟ علمتك. كم عاد باقي؟ يكفيك انه ما بقى كثر اللي مر. لا لا ان شاء الله عمك. وشو على نمره غلط ضيف 48 ساعه. 48 ساعه كويسه. وش 48 ساعه؟ كيف زينه تطلع 48 ساعه؟ لا والله ما هي بزينه. ليه؟ والله ما هي بزينه. على اخر البرنامج تطلع 48 ساعه. هو ما هو طلع 48 بروح خلكم من هذا. اجزئها اجمع الطلعات عندي واقطعها. هو بروح عشان سلمان. اي بس تروح 48 ساعه ليه؟ اطلع يا اخوي. كان كلهم مثلك في البرنامج. كان كلهم خذوا المركز الاول. رياء ولا نفاق ولا من قلب؟ لا صدق شغل صح. ليه؟ اشتغل صح على المضمون. بسم الله ما شاء الله. وزنه انت حتى لو تضيق لو ماشي صح. لو يضيق لو يزعل لو ماشي صح. ماشي يعطل. بسم الله ما شاء الله. معاش دوام دوام في الدنيا عقب سد مارب. الا الدياب اللي يروع واحد انتقهم. ما عليك زود واحد. خل المراعي الدوام. الله يسامحك يا ابو فمين. اثره يقول انا ناوي اجي الرياض واحب الرياض وبجيها من زمان. لقيت زد رصيدك. قلت يا ولد سكن 3 شهور مجاني واكل وشرب وسكن في الرياض. يقولون انا سجل واجي. الرجال ما له الظاهر ما له نيه في البرنامج بس وده يسكن الرياض. يقول لي لقيت السكن مجاني واكل وشرب سجلت معكم وجيتكم. والله يا حي والله فنان اخوي. تحفه ذا تحفه. هذا تحفه تحفه. ليت الجمهور يعرف. ليت الجمهور شو بعد البث طريقة ايه يعرف وش هو. والله فنان ابراهيم. بينتفع باذن الله. نوية. بس عليه عليه تخمه 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 هنا. قالوا ودي غمره في حوجه سامحه. قال لي ما تخمه. تقوم بس. جاني هاك اليوم قال ابي السيكل. المهم اعطيه السيكل. اروح اخذ لي ساعه كذا واجي. اعطيه السيكل. قال كذا كذا. حبيبي انا معطيك السيكل قبل 40 دقيقه وقلت لي فره ابي الحين انا وشو بلحق الجعيدي وبعيد احنا هنا هو هناك. قلت بس بدعس بالسيكل لا يطلع واجيك. قلت وش ذي؟ قال يعني لو في بوري دقيت لك بوري. بس ما في بوري. هو يروح يا لي يجي وانا انقهر. قهرني صد. يا حياك الله. يا حياكم الله. كيف حالك يا دكتور؟ والله بخير طمنا عنك. الله يبشرك. يبشرك. يعني قبل شيء ذاك الزمان يوم جيتك إيه؟ وركبت التقويم عرفت وطغى وجع التقويم على وجع الضرس. الحين اختفى وجع الضرس. إيه؟ الحين في وجع التقويم. اي بس انه هو ما معك جراديه. خلاص هو فكني فيه ما عاد بيني. اسال اللي مركبين. خلاص الدعوه ذواقه. ونجم الجمهور يقول الدعوه ذواقه. يحسب انه تركبه شوي تفكه. بالبداية بس بعدين تعود. غير فك الشيء من اللي فيه. وخلي الحدايد كمان. الحدايد اللي. خلاها كمان. هو يبي نجم الجمهور ما يبي. أنا أبغى نجم الجمهور. لا. ورا بالله. أضرب سام شوي. والله. يستحي يستحي. قال الكلام وطالت وضاعت الابتسامة. ما أدري سام. قال الكلام غاب الكلام. وغابت الابتسامة. قال الكلام وغابت الابتسامة. من بعد ما جاء. يا مرحبا. يا هلا. يا هلا. الله حي الله حي. عبد الرحمن السبيعي يسلم عليك. عبد الرحمن السبيعي. يقولون كبس 200 تكبيسة. الله يطول عمره. هذا أول داعم لي في الحياة. شد لن أنساه ما دمت حيا. عط صقر علمه ما يدري عنه. صقر ما علمتك السالفة. علمك الحين بجي علمك. اجلس اجلس. مره تروح تعدى هناك. حلفت حلفت. رح 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 رحنا رحنا راح انت يا ابو عبد الرحمن.
عطنا عطنا لازم نغير اللوكيشنات. طال عمرك عبد الرحمن السبيعي هذا رجال الفضل وهو ما يدري. بدون اسم التطبيق بس كنت تفتح بث ايه؟ او كاد انا مره دخلت نزلت لي 4 قصائد مدري 5 قصائد في تطبيق ما وجالها اقبال بسيط. المهم دخلوا علي 2، واحد يقول افتح بث والثاني مدري وش يابا. المهم اللي قال لي افتح بث انا قلت ما اقدر افتح بث، ما عندي لازم عدد معين من المتابعين عشان تفتح بث، ما عندي. المهم اخذت لي 3 ايام 4 ايام يهد، وفي يوم من الايام ينزل لي متابعين. ايه اظن انه ضرب ايه ضرب الوهمي ولهم 1000 بالضبط. هاي عينه وينها الحين؟ ايه المهم انا ما ادري من، وانا خليها على وجهها. قلت يلا بجي يوم طفشان بعد 3 ايام 4 ايام لحالي فاستراح. قلت انا والله ما افتح بث، خلني بروح افتح بث بستانس. ايه وانا اضرب لك البث وانا افتح أقعد أبو 5 دقائق صفر، البث صفر، وتلفت يمين ويسار ما عندي شغل. فدريت إلا يوم دخل واحد حي ورا راسك جوده لا يروح. إيه سلام عليكم يقول. قلت عليكم السلام وبغير لي إياه الحال. سلام عليكم. قلت عليكم السلام. علومك؟ قلت والله بخير. إيش علومك؟ قال والله طيب. قال بيض الله وجهك وصح لسانك على القصايد وانت شاعر. أمهم قام يمدح. قلت وجهك ابيض الله يحييك يا مرحبا ومسهلا. المهم والرجال يقوم يضرب تكبيس طق 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 ايه ويسولف يضرب تكبيس ويسولف ورد عليه. المهم خذ لي 2 دقيقة 3 دقائق لو وصل 200 تكبيسه. قال لك حلال انا وصلتك 200 تكبيسه والحين اتعذر منك. تامر على شيء؟ قلت سلامتك الله يستر عليك. لا انت معطيها مده اعطيتها اعطيها كل ما اعطيت تكبيسه. قلت تكبس هي راسك يا عبد الرحمن كفو بيض الله وجهك. يوم وصل 200 قال تمري على شيء. قلت سلامتك ويطلع وانا اقفل البث. على بدايتي في احد البرامج مو بالبرنامج الا انت وخالد برنامج قبل انا اشتغل من مبطي ها قلت اني نقابلك فيها عارف. ايه الوكاد افتح البث. قالوا البث يفتح كذا علما عندك دونه دق الزر هذا التطبيق ذا داويته واجده يرسل كلام انجليزي بعد ما افتح. وجهك اقول يا ولد ايش دول الغرب اللي يراسلون احسب لهم متابعين. ارقبهم يتكلمون ارقبهم يتكلم وكل ما جاء رساله كذا بالانجليز الدهر في السوالف. حسب انهم شو ابغى جوده لا يروح شوي الا والله ان الدنيا صفر. ايش العلم هذا ولا هو يبط كبدي الا ذا اللي يدخل كذا لما اني بديت في السالفه طلع واقعد انتظر لما دخل بعدين كلهم انجليز كلهم هم يجون غادين ما هم متجهين وانت تحسب انه جايك ناصيك. لا لا تدري ليه؟ لاني ضارب يظهر لهم مكسب لور. هي عودنا في ضارب ام عبد الرحمن السبيعي والله انا منساه. ربحت النص ساعه دي البطاقه الفضيه على طاري ضارب يقول لا تضحك الا بصايم ومصلي عشان تغدي مثله. ضحكت في صقر يوم يكتب زد رصيدك مسافه صقر يقول برنامج باسمي واطلع هاك اليوم واربح البطاقه الفضيه الاولى واطق لك نص ساعه زد رصيدك مدري كم يعني خلنا نقول مثلا زد رصيدك 60 انا ابحث عن زد رصيدك 59 اقلب في المقاطع مالي مقطع اليوم كله يا رجيجيل الجمهور تركني الجمهور ما عاد يبيني الجمهور لا الاداره ما يدانوني لا كمين من المتسابقين لا وابليس يجيني منو يرهي حست الشغله كلها جته على طبق من ذهب وقام يعطيني وانا ها نعم اقلب ادور لي مقطع ما لقيت انتهت البطاقه الذهبيه الفضيه وراحت النص ساعه ما لقيت لي مقطع جديد اروح 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 واطحن وارجع وراح انا وش مسوي انا ايه يوم بقى منها حروه 5 دقائق يدخل علي المراقب قال يا ولد ترى باقي لك 5 دقائق تنتهي لا تحاول قسما بمن حل القسم اني ما لقيت لي مقطع حق اليوم تكفى لا تروح علي كذا قال معك 5 دقائق قلت والله العظيم ودق له كذا ودق ذي الا الترند البرنامج الترند غير اللي انا باحث عنه إيه؟
رقم غير البحث طالع يعني. الرقم الترند غير وطالع واضغط البحث ثاني مره ويطلع الرقم اللي اني غادي قبلها اليوم وانا خاوه وطلبات احب خشوم زدني دقيقه تاكل بس راح ما عندك انا هذه عوضني اياها ارجع ابحث لا والله تراك ظالم عيت لك مقاطع معي يا حظي حظه معه معه هو اللي يضرب اللي يجمع صقر انا اشهد شوف شوف جلستنا هذه تشوف تعيرها ترند الليله يا رجال الله يجعلهم شاهدين لنا لا عليه الله يحسن الخاتمه الدنيا كل شيء زايد فيها ولا يبقى الا وجه الله ثم يوم عاد اخذ لي المتابعين هذول يوم اخذت يومين لا والله يوم انقصوا راحوا 800 وشوي ما رضيت عبد الرحمن ما رضيت عبد الرحمن قلت يا ولد العلم ويش انا الحين ما عاد اقدر افتح بث وانا اضغط بث والله انهم طلع لي البث زد ضبط يوم انا عود انا اقفلك قلت والله ما عاد افتح بث لين الله يفرجها هم يعود عبد الرحمن على الحاله فاضي والله اني كنت اعاني منهم المتابعين عرفت في برنامج ما كان ينشر لي ما انا عينت لي واحد ونشر لي جوني متابعين جوني 200 300 400 لما اخذت الاسبوع الا والله انا راجعين على المتابعين الاول ما ادري ايش عندك يجون يشوفون ايش عندك عندك شيء ولا لا انا اول مره نشر لي بندر بن سلطان فنطيري احسب الشهره يعني انك تسوي حركات غريبه رح تجربه بس اركض جربوا في البر ما ادري ايش اسوي شغل السناب واركض ورا الجربوع المحتوى واقول كذا واقول كذا واطرد الجربوع وسبوق انا ورا 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 شفتوه اطرده راحوا كنت زعلان ذيك اللحظه ليش راحوا يعني ما لهم حق بس الحين انا ودي انهم يكتبون ايش صدق ليش يقعدون انا ودي واحد يطرد غانم بيبيب يفتح الباب يشغل شيله يعني صايد جوهم والله انا ودي حقهم انهم يروحون ودي انهم يكتبون ايش هم يبغون صدق اي هذه حلوه اي علشان يجلسون يا حبيبي احنا لازم نصيد جوهم ما راح يكتبونهم انا بسوي بالبيت زد رصيدك جدول طبخ غانم وبدر اليوم المطبخ سعود اخوي نزل لهم الجميري خالد حامد سيف اخوي ويلا خلي ديربي بين اثنين ذولا وذولاك يطبخون اثنين ومحمد اخوي يقيم يا سلام وانا مدير البرنامج يا سلام والبرايم البرايم لا البرايم من بيتنا ليه ما عندك حد في البيت ودك تسفره البرايم من بيتنا البيت جدي سفره خالد يروح ياخذ الاسبوع هنا عند جدي يعود يعود وبنسوي نشيله البث متى انت 24 ساعه ويجيك ابو سمره 24 ساعه 24 ساعه ما فيه ابو سمره الراعي ابو سلطان ابوي صاحب القرار وام 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 والله بسويها برنامج زد رصيدك ما دحام الضحك والشتاء ما زدها والله لا اسويها باذن الله واذكركم بحط الاشاره بحط اشوف شوف يومك مشتت هم ود كان عيد البرنامج عندك والله البارح واحد قالها وفكرت فيها قلت اذا طلعنا ما وفقنا الله نبي ناخذ لنا استراحه ناخذ لنا استراحه كلنا ونحط جوالاتنا ابو ماجد بنقول على كفالتك وابو ماجد ايه وبنخلي يا متسابق وبنخلي الشباب يجمعنا طبعا رعاه ايه وبنخلي الكاميرا تجيك متى ما بغيتها وصدها معك يا سلام حنا نحلها ونملها الميكروفون ذاك الاصفر هذا موجود ايه روح يا صقر هاك مزارق طيب ما حد يعرف نعم هنا هواش كلن يبيها وما في تقاطع اصوات ولا في تقاطع اصوات ولا في فواصل نعيش على راحتنا ايه فواصل ما في ما في خصومات ما في ولا خصومات حط